وحدة الكورونا بمستشفى هيكل بتتضمن 7 غرف فيها تستقبل لحد 11 مريض. هالوحدة مقسومة عملياً لقسمين، قسم استقبال الحالات المشتبه إنهم مصابين بكورونا، والقسم الثاني للحالات المؤكدة، بحيث ما يصير أبداً اختلاط بين الحالات المؤكدة والحالات المشتبه فيها. أما للحالات الحرجة اللي بيتطلب علاجها إنها تكون بقسم الإنعاش، فقد تم تجهيز قسم إنعاش خاص لاستقبال مرضى الكورونا ومعزول جغرافياً تماماً عن قسم الإنعاش لبقية المرضى الغير مصابين بالكورونا، وقسم إنعاش الكورونا مجهز بكل المتطلبات اللازمة لمعالجة هالمرضى، وأهمها البريسيون نيجاتيف بكل أوضة وجهاز تنفس اصطناعي لكل مريض. نحن تجهزنا بس نتمنى ما نستخدم هالتجهيزات، خليك بالبيت. فريقنا كممرضات وممرضين لبوا الطلب، اندفعوا، تجهزوا وتأمن كل سبل الوقاية والحماية والتدريبات المكثفة. هيدي أكيد رسالتنا وهدفنا، بس منتمنى عليك خليك بالبيت.